موجود لها مواقع رسميه او ناطق رسمي يقول عنها الخبر اللي يصير. احنا بنوخر شوي عن ترانا وجوعان. بتودينا المطبخ. بنروح المطبخ. بس عاد ما اعرف اطبخ. اروح المطبخ بس اعرف اكل. ايش في المطبخ؟ ايش في المطبخ؟ المطبخ فيه فلافل. بس مو اي فلافل. الفلافل المصرية الأصل وأول من أقبل عليها من هم الفراعنة، وهي منذ زمن معروفة بيسمونها طعمية ويسمونها أسماء كثيرة، لكن سميت بأسماء متعددة. في الحجاز اسمها مقلية أو مقلية، أو في بلاد الشام مثلا اسمها فلافل، في مصر والسودان اسمها طعمية. هي طبعا من أنا شفيني جات من كثر ما وصلت كلنا يعني انا خلونا نشوف معاكم بدل هالشرح هذا كله، خلينا نشوف الشرح على ارض الواقع والتصوير، وايضا من الاختصاصيه والشيف اللي تعد هذه الفقره. صباح الخير، وصفتنا اليوم راب الفلافل، يلا نبدي. بالبداية عندي هنا 10 حبات من الفلافل، ممكن تسوونها بالاير فراير وممكن تقلونها حسب رغبتكم. راح أحط عليهم 5 ملاعق كبيرة من اللبنة، وراح أهرس الفلافل مع اللبنة لين يصير عندي خليط ناعم هذا الشكل. راح عندنا نص حبة طماط راح ننزلها على الخلطة، 2 كبار من البقدونس المفروم فرمة خشنة، وملعقة كبيرة من المخلل مخلل الخيار المطحون. راح أخلط كل المكونات بهذا الشكل لين يندمجون كلهم عندي. طريقة وايد سهلة وجدا لذيذة. راح استخدم في وصفتي اليوم خبز التورتيلا، وممكن تستخدمونه خبز العربي، التوست او الصمون او اي نوع خبز انتو تفضلونه. راح اجيب التورتيلا هذا الشكل، واخذ من الحشوة وحشي التورتيلا هذه الطريقة. ولفها رول وجهز الثانية بنفس الطريقة. لفها رول. عندي هني مقلة ناشفة، شغل النار، نرشها برذاذ الزيت ونحمر التورتيلا من الصوبين، وممكن تحطونها بالشواية أو التوستر هم تصير وايد حلوة تحمش أكثر، بس أنا اليوم حبيت أحمشها بالمقلة عشان ما يتغير شكلها وايد وتكون ضعيفة. هذه راب الفلافل صارت جاهزة، الحين بنقطعها ونحطها في طبق التقديم. شوفوا جمالها من داخل لذيذة. الثانية عندنا هني أطباق التقديم هذا الشكل.
وهذه راب الفلافل صارت جاهزة أسهل وألذ ريوق سويتها اليوم معاكم، ويلا نكمل باقي فقراتنا.